أهلا، هنا عالم وجدان. وصفة اليوم أعرف أنه مو كثير ناس تتحمس عليها، وأنا كنت واحدة منكم ألين ما جربتها بهذه الطريقة وعشقتها. مجرد تركات بسيطة بس خلت طعمها فارق، جربوها بنفسكم. وبعد ما حمصت الشعرية بزيت زيتون أضفت شرايح الثوم، أضفت بطاطس بهذا الحجم عشان ما تنهري بسرعة، بعدها خضار مثلجة. يا فرحتكم اليوم ما في تقطيع إلا للبطاطس والثوم. نقلب كل شيء على نار عالية ونضيف موية مغلية، ما تحتاج بهارات كثير، بس بديل مكعبات الماجي وبودرة الثوم وملح وفلفل أسود. شوفوا ما حسبتها بالملي، بس أتوقع كمية الخضار تحكم كمية الموية. بس أتوقع نص كوب شعرية وكوب خضار مثلجة وحبتين بطاطس وستة أكواب موية. شوفوا أكثر حاجتين خلت الشربة فارقة الشعرية المحمصة وأوراق الكزبرة. شربة خضار ممكن تشربوها بحياتك. لذيذة.